السلام عليكم. اليوم راح نشوف ملعب دويرة، حيث سوف نقف على وضعية الأشغال نتاع الأشغال إذا الخارجية. وهنا نلاحظ أنه فيه تقدم نسبي في التهيئة الخارجية، وكذلك في البدء في عملية وضع الغلاف الزجاجي في منطقة الـVEP. ولاحظ انه كذلك فيه عمليه تاع تغطيه المدرجات من الخارج، يعني بدايه نتاعها، ولكن لا نعرف اذا كان في هذه التغطيه نتاع المدرجات راح تكمل حول الملعب ولا تبقى غير في المنطقه تاع الـVEP. المهم الايام القليله القادمه سوف تكشف لنا ذلك. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.